كشف عمر تحديدا حيث يتواجد مراسلنا مجد نيال ومتواجد في المؤتمر السنوي لمركز أبحاث جمعية الجليل. يسعد صباحك يا مجد. صباح الخير لك عفاف ولدوريد ولضيوفك الكرام ولجميع المشاهدين. أهلا بك مجد، يعطيك ألف عافية. سبب زيارتك لشفا عمر في هذا اليوم؟ نعم دريد، بالفعل احنا موجودين حاليا في جمعية الجليل للأبحاث في مدينة شفا عمر للحديث اليوم أكثر عن المؤتمر العلمي السنوي لمعهد الأبحاث. هذا المؤتمر اللي هو يعقد كل سنة في جمعية الجليل هون في شفا عمر. الهدف من هذا المؤتمر عرض مجموعة الأبحاث اللي تم العمل عليها على مدار السنة. احنا بنحكي عن أبحاث علمية أكثر اللي بتختص في موضوع محدد، ألا وهو استخلاص الطاقة من إن كان من النفايات، من النباتات المختلفة، من الزيتون. طبعا الزيتون معروف أنه بيصدر لنا الزيت، بيصدر لنا العكر، وبيصدر أيضا الجفت. فهي الثلاث يعني إن كان الزيت أو العكر أو الجفت ممكن نطلع منهن طاقة. فللحديث أكثر حول المؤتمر، مجرياته، الفقرات اللي موجودة في هذا المؤتمر، وأيضا عن بعض من يعني عينة من الأبحاث اللي راح يتم استعراضها خلال هذا المؤتمر، بيسعدنا أن نرحب بالدكتورة كيتي برانسي كركبي وهي باحثة في جمعية الجليل. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا دكتورة. صباح الخير، صباح الخير للجميع. نعم، بداية هيك نتحدث عن المؤتمر بشكل عام، في ميزة يعني في المؤتمر اليوم أنه تم تخصيص يعني أنه باحثات اللي يقوموا في عرض الأبحاث، يعني غالبية اللي رح يعرضوا الأبحاث هن باحثات، فأحكي لنا بداية ليش يعني؟ مزبوط، احنا المزبوط ما عملناش اشي خاص، انه ما جمعنا الباحثات، هن موجودات، واحنا حبينا ننقل الصورة الصح لوجود الباحثات الطالبات، الباحثات الصاعدات بالطريق، فحبينا ننقل هاي الصورة الموجودة عندنا بمركز الابحاث ونفرجي انه عندنا حضور نسوي كبير يعني اللي بيرفع الراس، وحبينا نفرجي المواضيع المختلفة تبعية الأبحاث الموجودة عندنا اليوم عن طريق عرض فرق العمل. مش الباحث الرئيسي هاي المرة، مختلف عن هذيك السنة، هذيك السنة كان الباحث الرئيسي هو اللي يعرض الأبحاث، هاي السنة احنا بنعرض كافة الأبحاث الموجودة عند الباحث الرئيسي عن طريق المجموعة تبعيته اللي مؤلفة بالأساس من صبايا اللي احنا كثير فخورات فيهم، واليوم راح تشوفوا العرض تبعهم للمواضيع المختلفة. نعم، يعني احنا كان طبعا المفروض بالبداية نبدأ كمان مع مدير الجمعية بكر عواودي ونحكي عن المؤتمر بشكل عام وعن الجمعية، ولكن بسبب يعني كلمته الافتتاحية ما قدرنا. فبدي أسمع منك هيك للمشاهدين كمان نبذة عن المؤتمر اليوم وعن بشكل عام الجهود اللي بتقوم فيها جمعية الجليل من أجل البحث العلمي. احنا متخصصين بجمعية الجليل مركز الأبحاث في البحث العلمي بمواضيع مختلفة اللي هي مواضيع بيئية، بيوتكنولوجية، بيولوجيا، كيمياء وهندسة، كلياتها بتجتمع تحت أطر مختلفة تبعية مختبرات مختلفة وفرق مختلفة بحثية. كل سنة احنا بنعمل هذا العرض عمليا لايش النتائج العمل تبعيتنا خلال السنة. بنحب نتواصل مع المجتمع، بنحب ندعو، هاي السنة هي ثاني سنة اللي بندعو فيها المعلمين عشان يكونوا حلقة الوصل بيننا الباحثين وبين المجتمع، ويوصلوا للطلاب هاي الأفكار البحثية كيف ممكن يطبقوها، ونشجعهم كمان انهم يطلعوا يتعلموا هاي المواضيع البحثيه. عم بدي استغل الوقت اكثر معك ونتطرق للموضوع الاساسي واللي هو البحث اللي عم بتقومي فيه. طبعا مجمل البحوث هي عن ان كان معالجه النفايات، استخلاص الطاقه من يعني المخلفات النباتات، المخلفات الزراعيه، وايضا من النفايات. احكي لنا عن البحث اللي انت عم بتقومي في العمل عليه. اوكي، احنا مجموعه بروفيسور عصام صباح بنشتغل زي ما قلت. الفكره الاساسيه من وراء البحث تبعنا انه احنا المخلفات العضويه او مجاري عادمه او نفايات اللي فيها مواد عضويه ممكن نستغلها لانتاج طاقه، يعني ممكن احنا نستغل هاي الموارد لانتاج الطاقه. انتاج الطاقه بقصد فيه انتاج غاز حيوي، البيوغاز. بحكي لك شوي هيك مقتطفات سريعه، مصطلحات اللي نفهمها، مصطلحات اللي بنبسط قد ما بنقدر، بس هو مفهوم وهو معروف على فكره، وهو اللي بنشتغل فيه هو شيء موجود في الطبيعه، احنا بس بنحاول نهندسه صح. فاللي انا بحاول افسر لكم اياه هو انه احنا عندنا مخلفات مواد عضويه اللي بطريقه تحليل معينه بدون ما يكون في اكسجين لا هوائيه ممكن تتحول هاي المخلفات لغاز
بايوغاز، بايوغاز لانه من بشكل بيولوجي عن طريق ميكروبات اللي ممكن تحلل هاي النفايات العضويه ونوصل بالاخر لغاز. الغاز هو زي كيف غاز الطبيخ، ممكن نستعمله لتسخين، ممكن نستعمله حتى ننتج كهرباء، ولكن اللي احنا بنقوم فيه في فرقه العمل تبعت بروفيسور عصام هي انه احنا بنرفع نسبه الميثان بهذا الغاز حتى يصل لنسبه 90%. هاي نسبة الميثان إذا بتوصل فوق 90% هو زي الغاز الطبيعي اللي إحنا منلاقيه وبنستعمله كوقود. فإحنا والإشي الخاص بالبحث تبعنا إنه إحنا بنعمل هذا الإشي برضو بطريقة بيولوجية، يعني رفع نسبة الميثان في البيوغاز هاي بتتم بواسطة ميكروبات الموجودة بشكل طبيعي في الطبيعة. يعني عملية معالجتها وإصدار وإنتاج الطاقة منها بتتم أيضا بطريقة اللي هي غير مضرة بالبيئة، هذا اللي بفهمه؟ بشكل طبيعي في البيئة في عنا لما بيكونش في عندك أكسجين كل المواد العضوية بتتحول لغاز، الغاز اللي اسمه بايوغاز اللي هو الغاز الحيوي اللي فيه نسبة معينة من الميثان. الهدف تبعنا انه نعلي نسبة الميثان حتى نقدر نستعمله أكثر، يعني ساعتها احنا بنقدر نستعمله كوقود، ممكن ننتج فيه كهرباء، ممكن بالمستقبل لما يكون عندنا شبكة غاز، هي مش موجودة هون بالبلاد بس في أوروبا موجودة، ممكن احنا نتوصل على شبكة الغاز. فالفكرة هي انه من نفايات ومن فضلات ومن مياه عادمة ممكن هي تكون مصدر طاقة بديلة للمصادر الموجودة اليوم. نعم، رائع جدا وشكرا كثير لك، وشكرا يعني يعطيكم ألف عافية على الجهود اللي عم تبذلوها وعلى يعني الوقت اللي عم تبذلوه لهذه الأبحاث اللي هي بالآخر بتعود بالمنفعة علينا إحنا كمجتمع، ويعني بنرفع راسنا بهيك إنجازات. شكرا لك. واجب علينا كجمعية الجليل إنه نقدم هذا التقرير وهذا الأبحاث اللي بنعملها نوصلها لكل اللي بحب يسمعنا. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور كيتي برانسي. نعم، إذن يعني عفاف ودريد كانت هذه المداخلة من هنا من مقر جمعية الجليل في شفا عمر، تحدثنا عن أهمية يعني إصدار وإنتاج الطاقة من النفايات. يعني كثير يمكن بيغفل وما بيعرف بيقول إنه يمكن هاي الفضلات والنفايات اللي إحنا مش بحاجة لإلها هاي كمان ممكن تكون مصدر إضافي للطاقة مثل أي مصدر طاقة آخر. لهون بنكون انتهينا من بثنا الأول، بنعود لإلكم في نافذة أخرى في الدقائق القريبة. بالفعل طبعا. شكرا لك يا مجد.